إذن للتعليق حول هذا الموضوع وما حدث مساء أمس في تونس، ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة التونسية تونس الأستاذ فرح شندول الكاتب الصحفي. أستاذ فرح، نرحب بك على إكسترا نيوز، وما الأجواء لديك في تونس حاليا والأوضاع الأمنية بعد هذه الحادثة التي وقعت بالأمس والتي ربما تأتي في سياق ما وقع يوم الخميس الماضي من تفجيرات إرهابية في العاصمة التونسية؟ تحية لك يا أستاذ هلام ولكل السادة المشاهدين في بي سي نيوز. بالفعل ما حدث الليلة الماضية هو متابعة وتواصل لما حدث الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي في العمليات التفجيرية التي استهدفت وحدات أمنية في العاصمة تونس. الوحدات الأمنية المختصة تابعت أبحاثها وسعيها إلى كشف كنوز هذه المؤامرة وتذكرت من محاصرة المساهمين فيها تنفيذا وتخطيطا ودعما، وقد نشرت خلال الساعات الماضية معطيات حول هذا الإرهابي الذي تم الكشف عن تورطه في العمليات التي جدت الخميس الماضي وفي عملية أمنية ناجحة جدت في حي الطرامل وهو منطقة شعبية في ضواحي العاصمة تونس، نجحت في محاصرة العنصر الإرهابي أيمن السميري الذي وجد نفسه محاصرا فأجبر نفسه بحساب ملف في هذه المنطقة. هناك من تحدث عن أنه كان يرتدي زيا نسائيا أو كان مختفيا بين جموع المواطنين، لكن وزارة الداخلية وكذلك شهود عيان نفوا هذه المعلومة وقالوا أنه أجبر نفسه وكان يرتدي لباسا عاديا قرب محطة للمترو الخفيف في حي الطرامل، وقد أسفرت عن هذه العملية عن مقتله دون إحداث أي أضرار سواء نفسية أو بشرية. هذا العنصر مفتش عنه وقد كشفت علاقته بما حدث يوم الخميس الماضي. الوحدات الأمنية والوحدات المختصة تمكنت من محاصرة الأسماء المتورطة في عملية الخميس الماضي. نعم، هل هذا الاسم أستاذ فرح كان معروفا لدى قوات الأمن قبل هذه العملية؟ بالفعل هو كان معروفا وقد نشرت بشأنه برقيات تفتيش على أساس أنه ضالع في التخطيط لعمليات إرهابية وهو معروف لدى السلطات الأمنية التركية. نعم، أستاذ فرح، إلى أي مدى ممكن أن تؤثر هذه العمليات الإرهابية على الحالة السياسية الموجودة حاليا في تونس؟ كما نعلم جميعا أن تونس مقدمة ومقبلة على انتخابات برلمانية ومن ثم انتخابات رئاسية، وهناك ربما جدل واسع في الشارع التونسي حول التعديلات في قانون الانتخابات. إلى أي مدى ممكن أن تؤثر هذه العمليات الإرهابية على الحالة السياسية في تونس؟ السياسية في تونس تعايشت مع هذا الوضع منذ فترة، لأن تونس في حالة الإرهاب منذ فترة من 6 أو 7 سنوات، ولم نشهد إلى حد الآن أي تأثير لهذه العمليات الإرهابية على المشهد السياسي التونسي، بل بالعكس من ذلك أن في كل عملية إرهابية تتصدى لها الوحدات الأمنية يرتفع نسق الوطنية في الشارع التونسي ويرتفع الإصرار على إنجاح الاستحقاقات السياسية. هناك هدى تهمونية كبيرة من الشعب التونسي مع الوحدات الأمنية ومع قيام الوطن في مواجهة الإرهاب. ما حدث ذلك التعاطف الكبير مع رئيس الجمهورية الذي أدخل المستشفى خلال الفترة الماضية وتحدث الكثير عن تعاونه لأجل تحقيق حده. هناك تعاطف كبير مع شخصية رئيس الجمهورية. من المتوقع أن رئيس الجمهورية بعدما أعلن رئيس الجمهورية أنه تعافى واستأنف نشاطه أمس واتصل برئيس البرلمان، هناك منتظر الآن حتى يوم السبت القادم حتى يقع رئيس الجمهورية على مرسوم إجراء الانتخابات، وهناك اضطراب حتى من الأحزاب الكبرى في تونس وكذلك المتدخلين في الشأن السياسي على أن تتم الاستحقاقات السياسية في مواعيدها، لأنه كل هذه الأشياء لا يمكن أن تؤثر في مسيرة العملية السياسية في تونس التي تنتظر انتخابات في أكتوبر ونوفمبر انتخابات رئاسية التشريعية والرئاسية، ومن المنتظر أن يوقع رئيس الجمهورية على هذا القرار من هنا حتى يوم السبت وهي المهلة التي يمنحها الدكتور لرئيس الجمهوريه لذلك. فبالتالي حسب ما تتم معاينته وحسب حديث الكواليس السياسيه في تونس لا نيه هناك لتاجيل الانتخابات، بل انه الجميع يسعى الى ان تتحقق هذه الانتخابات في موعدها حتى تنتصر تونس على الارهاب، لان هذه المسائل او هذه الاعمال الارهابيه لا تزيد الشارع التونسي والنخبه السياسيه التونسيه الا اصرارا على مواصله المشروع. نعم.
نعم أستاذ فرح، ربما التقارير الدولية مؤخرا تشير إلى أن هناك الكثير من الإرهابيين الذين كانوا يتواجدون في سوريا أو في العراق والمنتمين لتنظيم داعش الإرهابي يحملون ربما الجنسية التونسية. هل هناك إجراءات مشددة لدى السلطات التونسية منعا لعودتهم مرة أخرى وربما إحداث تفجيرات، إحداث عمليات إرهابية في الداخل التونسي؟ هذه في الحقيقة مشكلة ليست حصرا على تونس، لأنه المشاركين في الجماعات الإرهابية سواء في سوريا وفي ليبيا تتوزع جنسيتهم بين عديد الدول العربية، فبالتالي هناك تنسيق تونسي عربي في هذا المجال، لأنه هذه المسألة ليست تحصر على تونس وتتدخل فيها مجموعة دول مسلمة، كل دولة لها تشريعاتها الخاصة في هذا المجال ولها قوانينها التي على رأسها تتعامل مع مثل هذه المشاكل، لكن ما لاحظناه انه في مستوى مجلس وزراء الداخليه العرب ومقره تونس هناك تنسيق عربي بين الدول العربيه من اجل مكافحه هذه الظاهره ومن اجل تصدي هؤلاء الاشخاص الذين شاركوا في مؤسسات خارج تونس. هناك نصوص تشريعيه تحكم هذا المجال في تونس، وهذا لا ينفي وجود مخاوف من ان تتسبب عوده هؤلاء الى بلدانهم الاصليه اشكالات امنيه سواء في تونس او غيرها من الدول العربيه. على كل تونس قانونيا استعادت هذه المساله، وامنيا كذلك اتفقت من حملاتها، وهناك اجراءات امنيه عسكريه مكثفه على الحدود التونسيه الليبيه خشيه تتسرب على الارهابيه سواء كانت تونسيه او غير تونسيه الى الاراضي التونسيه مستغله الاوضاع الامنيه المتوتره في ليبيا. هناك مجهود امني وشعبي من اجل التصدي لهذه الظاهره، لانه تم التاكد من انه في كل عمليه ارهابيه هناك هدنه شعبيه كبيره للتاكيد على ان تونس ترفض الارهاب وعلى ان الارهاب لا حظيره له في تونس. اما اشكالات التونسيين المشاركين في بؤره التوقف الخارج وفق اعمال ارهابيه فانه استثناءات يجب مكافحتهم بالقانون بالاعمال الامنيه والعسكريه، وهذا ما استعادته تونس سياسيا وقانونيا. وعلى كل نامل انه يصير تنسيق عربي مجدي في هذا المجال حتى تكون هذه الاغراض موجبه تقدم في اخص الاغراض. نعم الأستاذ فرح شندول الكاتب الصحفي، شكرا لك على هذه المتابعة وعلى هذا التعليق، كنت معنا هاتفيا من العاصمة التونسية تونس.